ممتازة والله بالفعل سيدتي، ربما الوضعية الوبائية في العالم رغم أن غير خطيرة بالنسبة للحالات الموجودة في غرف الإنعاش من حيث العدد، ولكن بالنسبة للإصابات وعدد الإصابات فهي كثيرة وكثيرة جدا، وفقط على مستوى العالم أكثر من 300 مليون إصابة. ذكرت نقطة مهمة جدا وهي إصابة الأطفال، وخاصة الآن أطفالنا الآن في كل العالم متواجدين في المدارس، وبالتالي هي فرصة لانتقال العدوى فيما بينهم. وكما نعلم بأن متحور أوميكرون ينتشر حتى عند الأطفال، والأرقام المسجلة الآن في العالم مخيفة بالنسبة للإصابات، مثلا في أوروبا، هناك في فرنسا عفوا، هناك حوالي أكثر من 60 طفل في غرف الإنعاش. في الولايات المتحدة الأمريكية كان يوميا 600 طفل يدخل للمستشفى بفعل أوميكرون، وارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 4 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية. إذا في ظل ربما التركيبة البشرية التي ربما تقترب من الجزائر وأوروبا من جهة، وكذلك الظروف المناخية، لأن نحن في الجزائر وكثير من أوروبا نعرف موجة برد شديدة جدا، وكلها مؤشرات أو عوامل تساعد على الإصابة بنزلات البرد. وبالتالي الآن الواقع الذي نلمسه نحن كأطباء في الميدان، أصبحت الأعراض تتشابه بين أوميكرون ونزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، وهذا من يشكل خطر في حال تأخر العلاج أو تأخر التشخيص، فيساهم في نشر العدوى بين الأهالي والأفراد. نعم، ولكن كيف يشكل خطر؟ يعني هل هو مرتبط بأمراض أخرى؟ أم أود منك أن توضح لنا أكثر عن الخطر الذي قد يشكله بحال لم نهتم. يعني هناك من يصاب بأوميكرون ولا يعني يعرف أنه مصاب، وفي النتيجة بسبب مضاعفات صحية أخرى يكتشف بأنه قد أصيب فعلا بأوميكرون. تفضل. بالفعل والله استاذ، في هذا الجانب هناك نقطتين مهمتين. اولا ليعلم الجميع بان اوروبا كل سنه قبل حتى الجائحه تعرف اصابات كثيره جدا بالانفلونزا الموسميه، وخاصه عند كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، وتضطر من الدخول الى المستشفى. بالنسبه للجزائر او العالم في الفتره الحاليه، هناك اصابات كثيره جدا بمتحور اوميكرون، وبدات علامات الانتشار، لان من خلال الميدان نتعامل معه نحن كاطباء في الميدان، لاحظنا بان هناك انتشار. يعني بعد اي تجمع، بعد اي اصابه في البيت، بدينا نسجل ارقام في الارتفاع بالنسبه للاسره الواحده او مكان العمل الواحد. معلومه مهمه جدا، متحور دلتا كل شخص مصاب ينقل العدوى لثمان اشخاص، تخيلي من ثمانيه الى ثمانيه كيف يكون التضاعف. يعني يقال ايضا، معلش عذرا دكتور، يقال ايضا انه حتى لا انسى السؤال، حتى الكمامات اللي بيستعملها الناس المصنوعه من القماش لا تحمي من انتشار عدوى اوميكرون، ما مدى صحه ذلك؟ يعني يقال الان انه يجب ان يلبس الانسان كمامتين، واحده الطبيه ومن ثم فوقها اللي هي عباره عن قماش. نعم، السؤال مهم جدا، يعني واضح للسادة المشاهدين هذه النقطة، لأن الجانب الوقائي وضح صورة أكثر. كما قلت المتحول دلتا كل شخص مصاب ينقل لثمان أشخاص، بالنسبة للمتحول أوميكرون كل شخص مصاب ينقل العدوى لأكثر من 13 إلى 16 شخص مصاب بأوميكرون. وقضية الحماية، سؤالك مهم جدا، هل ما شيع في الأونة الأخيرة هل يجب تقوية الكمامات أو الاعتماد على كمامات سمكها قوي؟ هذا غير صحيح تماما. لماذا؟ لأن يبقى دائما أسلوب انتشار الأوميكرون نفسه مثل أسلوب انتشار دلتا وأسلوب انتشار الإنفلونزا الموسمية، ويعتمد على الرذاذ. لهذا الجانب الوقائي دائما يعتمد على الكمامة والتباعد المكاني، هو الأمر المهم جدا. سؤالك ربما كذلك في جانب أو طرف المتعلق بالخطورة الموجودة، لأن للأسف في كثير من الأشخاص هم بفعل تنمر أو رفض أصلا الإصابة بالإداء بكورونا سواء دلتا أو أوميكرون، فيقول أنني ما هي إلا نزلت برد لأنني تعرضت لبرد أو بعد حمام ساخن إلى آخره، ويبقى يهرب أو يتهرب من العلاج أو من التشخيص. وهذا في أغلب الأحيان ما عشناه، وهذا السيناريو عشناه في الموجة الثالثة، مما أدى إلى تضاعف الإصابة والدخول إلى المستشفى أو إلى نشر العدوى، في ظل أنه يبقى لا يعترف وبالتالي يستعمل كمامات. دكتور محمد كواش، بما أنه أعراض أوميكرون مشابهة لنزلات البرد العادية، هل هذا معناه أنه العلاج نفسه؟
نعم، لا العلاج ليس نفسه تقريبا، لكن الان يجب ان نوصي بالالتحاق بالطبيب، يعني توجه المرضى الى التوجه الى الطبيب للتفرقه حتى لا يحدث مضاعفات خطيره. قلت ان الاعراض تقريبا متشابهه في الغالب، بالتالي هناك بعض الادويه المشتركه وهناك بعض الادويه الغير مشتركه. ما هي المضاعفات التي تحدث عند اهمال علاج اوميكرون؟ صحيح، وهنا الجانب المهم جدا، عند اهمال علاج اوميكرون او التشخيص المبكر، اولا يساهم في نشر العدوى وتضاعف الاصابه، لان هذه الارقام موجوده مثلا في بريطانيا وفي كثير من دول العالم، 90% الى 95% الموجودين في غرف الانعاش هم غير مرقحين، وبالتالي في حاله انه ما عندوش مناعه مسبقه، ما عندوش مضادات حيويه، ما عندوش عفوا اجسام مضاده في جسمه، فتحدث له مضاعفات وقد يدخل الى غرف الانعاش. من بين 10 موجودين في غرف الانعاش، 9 غير ملقحون وواحد ملقح لانه مصاب بمرض مزمن او بعض امراض ضعف المناعه. قلت ان رغم ان الاصابات في العالم كثيره جدا، لكن الارقام ما زالت مريحه في ظل عدم وجود ضغط على المستشفيات او بالاحرى على غرف الانعاش. رغم انه في الدول الغربيه هناك ضغط كبير على المستشفيات، خاصه انه الاطقم الطبيه تتواصل بشكل مباشر مع المرضى، وبالتالي حجم الاصابات كبير وكبير جدا، ولكن يبقى السؤال فيما يخص الوقايه، الكمامات، نعود الى موضوع الكمامات، يعني هناك من يتذمر من لبسها، وفي كثير من الاحيان الناس لا تخرج من بيوتها حتى لا تلبسها، لان اصبحت اجباريه الان في المدارس وفي الأسواق وفي المؤسسات، وبالتالي الناس تعبت منها، يعني في ناس لا يستطيعون التنفس عندما يلبسونها. سيد الكريم، نعم بالفعل، هذا التذمر أو عدم الرغبة، وكثير من المواطنين سواء في الجزائر أو في العالم ملوا من الإجراءات الوقائية خاصة لبس الكمامة، لأن بعض الإنسان يتضايق منها، ولكن التضايق من الأجهزة التنفسية أشد وطأة على الصحة بصفة عامة. إذن للأسف نقول لا، ليس لنا حل، لأن الأسلوب الجديد، نقطة مهمة جدا، الأسلوب الجديد المتبع الآن وهو تحويل الجائحة، جائحة كوفيد 19، من وباء إلى مرض مزمن، وذلك من خلال ربما تجربتنا كدول كأطباء في الجانب العلاجي والجانب الوقائي. الجانب العلاجي الآن البروتوكولات الصحية أصبحت موجودة، البروتوكولات الوقائية المتعلقة باللقاحات والإجراءات الوقائية من الكمامة والتباعد إلى آخره، فهو أمر مهم جدا. نحذر لأن المواطنين يطالبوا باستمرار الحياه الاقتصاديه، يطالبوا باستمرار الدراسه، ولكن هذا مرهون بالجانب الوقائي، مرهون باللقاحات، فاذا كان نعم سيدي الكريم، وهناك من يقلق، يعني الناس من حقها ان تتساءل، يعني الناس جزء كبير من الناس اخذت اللقاحات، الجرعه الاولى والثانيه والثالثه، وما زالوا يكتشفون بان هناك متحورات جديده، وبالتالي اصبح هناك نوع من الشك والقلق لدى الناس، انه الى متى يعني نحن سنستمر في اخذ اللقاحات لحمايه انفسنا، بينما هذه المتحورات هي مستمره. يعني بالفعل هذا سؤال مهم جدا، يعني فيه الان ما عرف دلتا كرون اللي ظهر في قبرص باليونان، اثار جدلا كبيرا في الاونه الاخيره واخلق الحسابات، ولكن انا اوضح للساده المشاهدين هذه الامور العلميه. بالنسبه لسؤالك فيه شطرين، الشطر الاول الى متى نستمر في اللقاحات؟ نقول لك هل توفير لقاح الزكام اوقف الزكام؟ الزكام موجود منذ عقود، لان للاسف اغلبيه الفيروسات تابى ان تزول من فوق الارض، وتكون الحمايه اما بالاجراءات الوقائيه ضف الى ذلك التلقيح. بالنسبه لسؤالك الثاني اولا، ولكن مثل دكتور مثل كورونا لم يمر علينا يعني ابدا. اكيد الزكام ما زلنا نعيش معه، لكن كورونا اكيد لا نعرفه وما زال يحدث اشياء جديده. لكن انا نطمئن الساده المشاهدين، لاني ربما تجربتي الميدانيه المتواضعه في مجال ربما الموجات التي عشناها، الان نتكلم على بالنسبه لدلتا كرون اللي ظهر في قبرص باليونان، بان ازدواجيه الاصابه بدلتا وكذلك اوميكرون. انا اقول لك في الميدان ما لمسته في الموجه الثالثه، كان عندنا اصابات كثيره جدا، منهم من اصيب بكورونا الاصليه، بعد يومين 3 ايام كان عنده اعراض خاصه بكورونا الاصليه المتعلقه بالتعرق و فقدان حاسة الشم والذوق، بعد يومين 4 ايام تضاعفت الاعراض واصبحت اعراض دلتا. يعني هذا شيء كان شاهدناه في الموجه الثالثه، في كثير منهم من
اصيب فقط بالدلتا، بعد ايام انخفضت المناعه، زاد كان بعد ذلك حدث له انخفاض في مستوى المناعه وزاد اصيب بكورونا الاصليه وفقد حاسه الشم والذوق. هذا الشيء لمسناه.